صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبما أنزل وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى صلوات الله سلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لتلاوة القرآن، ولك الحمد أن وفقتنا وأعنتنا على ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بجميع المحامد، لك الحمد بجميع المحامد، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالصحة، ولك الحمد بالمعافاة. سبحانك بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حمد الشاكرين، ولك الحمد حمد الذاكرين، ولك الحمد حمد المتقين، ولك الحمد حمد المحسنين، ولك الحمد حمد المخبتين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وهديتنا للدين، وهديتنا للدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت العليم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا
الله. اللهم إنا نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله غيرك ولا رب سواك. أنت واحد، أنت الواحد الأحد، أنت الحي القيوم، أنت ربنا وخالقنا ومولانا ورازقنا، وأنت رب كل شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسألك في هذه الليلة المباركة، ونسألك عند ختم القرآن، ونسألك في هذه اللحظة أن تكتبنا عندك من عتقائك، من عتقائك من النار يا حنان يا منان. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذوينا من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك، ونخشى عذابك ونخشى عذابك يا الله، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، مذنبون يا الله فاغفر لنا، مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، مقصرون فاعف عنا، قليلون فكثرنا، متفرقون فاجمعنا، ضعيفون فقونا، ضعفون فقونا، مظلومون فانصرنا، فانصرنا يا الله، فانصرنا يا الله، يا الله، يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا واهدنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا واسع الرحمة، يا واسع الرحمة والجود والكرم، يا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم برحمتك العظمى توفنا مسلمين، وبكرمك ألحقنا بالصالحين. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا كريم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ويسر اللهم لنا أمورنا ولا
تعسرها بفضل وجود وكرم منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وعند الموت وبعد الموت جنة خالدين فيها أبدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنك على كل شيء قدير، ورحمتك وسعت كل شيء، قلت وقولك الحق المبين، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واكتبنا عندك من المتقين، واكتبنا عندك من الفائزين. اللهم اكتبنا من الفائزين في رمضان، اللهم اكتبنا من الفائزين في ليلة القدر، اللهم اكتبنا عندك من الفائزين عند ختم القرآن. يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله، يا كريم يا رحيم يا حنان يا منان. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجيرنا من النار بعفوك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك وبكرمك يا أكرم الأكرمين. نحن ضيوفك يا الله، نحن في بيتك يا الله، نحن متذللين لك يا الله، نحن خائفون من عذابك يا الله، مرتجون لرحمتك، مرجون رحمتك يا الله. ارحمنا الليلة، ارحمنا الليلة، اغفر لنا ما كان لنا من الذنوب طوال السنين والأوقات، اغفرها الليلة، اغفر لها الليلة، واكتبنا عندك كم ممن غفرت لهم واطلعت على ذنوبهم فغفرتها وعفوت عنهم يا رب العالمين. وأرنا ذلك في حياتنا وفي أعمالنا، ووفقنا إلى العمل الصالح. اللهم وفقنا من اليوم إلى العمل الصالح. اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور أبصارنا، اللهم نور أفئدتنا بنورك يا نور السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء
الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفاء لنا ودواء لنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا ببركة القرآن العظيم، اللهم اجعله لقلوبنا نورا ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن وقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويشقى. اللهم اجعل القرآن حجة علينا لا علينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم، واجعل له لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم ارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وبيننا وبين الناس سترا، بين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا الله يا الله، نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا. ادعوني استجب لكم، قلت وقولك الحق المبين. ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق المبين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعافية وصحة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نحن عبادك الضعفاء، نحن عبادك المحتاجون، نحن عبادك الفقراء، وأنت رب غني كريم، خزائنك ملآ بالخيرات. فاللهم ارزقنا من فضلك رزقا حلالا طيبا واسعا، وبارك لنا فيه يا رب العالمين، وأعنا على إنفاقه في الخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم
ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وذوينا يا الله من كان منهم ميتا فاللهم ارحمه واجعل قبره نورا وضياء، ومن كان حيا فاللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، وارحم كل ميت، اللهم نور عليهم قبورهم يا الله، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وتلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم الحقنا بهم مسلمين محسنين تائبين طائعين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناب لوحدنا، اللهم أنس وحشتنا يا رب العالمين، ونور قبورنا يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وباسمك العظيم الأعظم أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل شره يعود عليه يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم المظلومين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وقو شوكتهم وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم يا رب العالمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجمع كلمتهم على الحق والدين،
اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا في ليلتنا هذه أجمعين، وخذ المسيئين من محسنين منا للمسيئين. اللهم ما أنزلت في هاته الليالي من خير وبركة وسعة رزق، فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت في هاته الليالي من شر فاللهم بعده عنا وعن المسلمين. وما أنزلت في هاته الليالي من فتن وشر فاللهم بعده عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا برمضان برضوانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. من كان منا مريضا فاللهم اشمله بالصحة والعافية، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، واعصمنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومستقرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا ربنا يا خالقنا يا مولانا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهرين بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة،
الجنه، ونسالك مجاوره حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم أردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا أحد. نبرأ إليك يا الله، نبرأ إليك يا الله، نبرأ من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك يا الله، أن تعيننا ولا تعن علينا، وأن تنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تهدينا وتيسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا وناصرا. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم رده إلى أيدي المسلمين، وارزقنا فيه صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الشام واليمن والعراق وفي أفغانستان وباكستان وكشمير والهند وبرما والصين والسودان ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وفي جميع الأرض يا الله، كلهم وليا ومؤيدا ومعينا. اللهم أعدهم إلى الدين يا الله، وردهم إلى الدين ردا جميلا يا الله يا الله يا الله. نسألك حسن الخاتمة، ونسألك العلا من الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر.